اهلا وسهلا بهند زيدان. ثانك يو هاي. اليوم اخضر وعلى فكره الواتس ان هلا بعد شوي انا حكي عن اللون الاخضر فتتعرفي انه عن جد نحن بنحكي عن الموضه على طول. هند اب تو ديت دائما. هند شو اليوم شو رح تخبرينا اليوم؟ الليس والمكرمه هن عنوان للاناقه والرقي وبنفس الوقت بيضيفوا فخامه على اللبس. صحيح. فلهيك دائما بنشوف انه قد ما تتغير موديلات الاقمشه قد ما نشوف تنوع بالاقمشه فبتغيب بعض الاقمشه بترجع بتظهر اقمشه جديده الا انه هول الليس يلي هو الدانتيل والجوبير يلي هو المكرمه. عشان هيك اليوم لابسه انت كمان دانتيل. مزبوط. هيدا الدانتيل يلي انا لبسته اليوم هو الفرق بين الدانتيل والمكرمه انه هن من نفس العائله بس الدانتيل بينشغل على الميشتور بصير يعني بيترز بالابره. اوكي. في ماشينز مثل اللي حكينا عنهم لاست ويك على عن الحياكه سو هيدا الى ماشين كمان خاص فيها. كيف بيصير المكرمه رح يمرق هلا فيديو هون عم نشوف يعني المكرمه يعني الجيبير مشان يكون اسهل للمشاهدين كيف عم بيصير حياكه هيدا النسيج كيف عم يطلع بتتعير الماشين لنقول السماكي 1 ملي. في محلات بنلاقي انه دائما بيكون في محلات اسمك من محلات فلما بتتعير الابره انها على 1 ملي بتجي سمكتها اقل لما يكون 2 ملي بتصير السماكي اكثر و3 ملي قد ما بدهم بيصيروا عايروا فالرسم عند ديور سو الرسمه بتتفوت على الماشين اتس كمبيوترايز بتاخذها اوتوماتيكلي وبتصير هي بتمشي الابره حسب ما هي معيره مع واكيد في محلات فراغ من المعروف الدانتيل مثل نفس الشيء مثلا اللي لبسته انا اليوم هو على التيول بس مفرغ مقصقص وفي هون صار هلا في الات جديده هيدا القماش لما يخلص يدويا بينقص بياخد وقت بس هلا يعني. صار في ماشينز جديد هن بينقصوا اوتوماتيكلي بتطلع حسب الديزاين بيطلع النسيج مزبوط قصدك بيتفرغ هو بالآلة بس مش الكل عندهم اياهم اكيد سو هول آلات كثير حديثه هلا. وكيف انطلقت هيدي الموضه مع مين من اي تقريبا اي ديزاينر؟ دائما بنحب نعرف التاريخ عبرك. هلا ما في شيء دقيق كثير ايمتى بلش هلا انا عم بعمل لك فحص اي اوكي انت بلش الدانتيل بس لخبريك ما بسقط ابدا لا عارف فما في شيء دقيق بس بالقرن السادس عشر مثل ما حكينا كمان بالحلقه السابقه انه الكوين فيكتوريا لما لبست بعرسها اول مره هي كانت تلبس الفستان العرس الابيض صح بزواجها من الامير من الملك البرت سو بهيدا الوقت لما لبست هيدا الفستان كان بداخله الليس وكان في كساد وقتها بالمملكة كان في حالة اقتصادية ممنيحة يقال انه حتى دخلت الليس على الفستان لتشجع هيدا الاقمشة انها تصير تنباع وفعلا هيك صار وكمان بهيدا الفستان لما انعمل الباترنز تعولن اطلفوا لما حدا يرجع يقلد الفستان بس حيمرق صور هلا هون لما قلنا انه هي اللي درجت انه ديل الفستان يحملوه السيدات ويمشوا وراها مضبوط هيدا هو الفستان مثل ما شايفين داخله الليس حيمرق وهيدا هو الفستان من فوق كمان هون الليدي ديانا مثل ما قلت كمان قبل انه في تقاليد احيان انه الفساتين بتنجب الفساتين القديمه وبترجع بتتجدد الليدي ديانا استعملت نفس الليس على فستانها اللي كان استعملته الملكة فيكتوريا بفستان عرس نفس الليس يعني دائما في حكاية أو في قصة من بعد كل فستان هون كمان هيدا الليس كمان مزبوط هون عم نشوف الديل الفستان طرحة طويلة كمان من الليس حلو الدانتيل وانا بحب قد ايه بيعطي انوثه للمراه ولجسمها لانه بيخبي وبيكشف بنفس الوقت فيه ترانسبرانس وفيه اوبال بينلبس بالنهار بينلبس بالليل لاطلاله مسائيه مثلا اذا لابسين بانس من الليس او الدانتيل مع توب هيك مثلا شفاف شوية اكسسواريز مع كعب عالي كثير حلو هيدا بالليل بينما بالنهار مع سنيكرز مع توب قطن كمان بيطلع كثير حلو. حلو هون عم نشوف كمان هالاطلاله الحلوه لبس المكرمه بتخيل هند هو المكرمه هو اسمك من الدانتيل اكيد اسمك لانه في خيط يمكن قطن مزبوط يمكن المكرمه هو المفرغ كثير هيدا الفستان الشهير اللي قلدوه كله مايكل كوستيلو
يلي عطول كولر شير وفوقه دانتيل او ديبيور. مظبوط. وهذا الفستان كتير اخذ سكسس. هون جيلو فستان من زهير مراد. هيدا دانتيل صح؟ دانتيل ومطرز من فوق. هيدا دانتيل الشانتيير بيقولوا الرقيق كتير بيجي. صحيح. معك أكثر من قماشة دانتيل وجيبور، هيدي القماشة دانتيل؟ لا هي جيبور. مظبوط، هيدي مفرغة كتير. اوكي. ومثل ما عم مبين هلا في محلات مثل ما قلنا سماكة الإبرة بتكون مثلا يمكن 1 ملي أو 2 ملي، هون آخذي أكثر حسب ما معيّر. صحيح. والفرق بينه وبين الدانتيل اذا فينا نحطهم حد بعض هنا. هون هيدا الليس اللي قلنا كتير ناعم، الدانتيل اللي كتير ناعم. نعم. اوكي. اذا منحس انه منا في محلات يعني منا مفرغه كلها، في تيل تحت منا. صحيح. عم بينشغل عليها. هون كمان هيدا الليس يلي امبرويدد مطرز، وهون عم نشوف هيدا كمان المكرمه. نعم. المشكوك وفي شوي هيك حجار كريستال. هون كمان مكرمة، هيدا الجيبير هيدا من السلك 100% سلك، وهيدا من اللوركس. هند نحن بدنا نقول لكل المشاهدين انهم ينطروكي كل اسبوع لانه في توبيك جديد رح تتناوليه، وانا بوعدهم انه الاسبوع الجاي رح تخبرنا هند شيء كثير حلو، خبرينا اكثر. حيكون موضوع المره الجاي شوي هيك غير، بخص المرأة كمان وبخص الرجل. عن المرأة والرجل يعني بيطلع لهم شيء شوي رجال مالي. عن جد لازم نحكي أكثر عن رجل بآخر مودة لأنه عم بعرف إنه عم بيحضرونا كثير وعم بحبوا. وهن كمان خصهم بالمودة كثير، سو فكرت بموضوع مهضوم إن شاء الله رح يعجب الكل.